باش نحرروا الجنس بالفعل خصنا نحرروه من جميع الإكراهات. الجنس المأجور جنس مكره، فيه عنف، لأن المرأة التي تشتري المتعة الجنسية مع شاب الحق راهي الفائلة، تعنف ذلك الشاب، تعنفه بفضل مالها. هذا أسميه باغي أو عاهر أو داعر، لكن أرفض كعالم اجتماع هالمصطلحات. الحشومة، رجل تيبيع راسو، مازال ما عندناش بالدارجة المذكرة. هناك سائحات أجنبيات كذلك تيجي للمغرب من أجل السياحة الجنسية، أي لتذوق القضيب المغربي إن صح التعبير. كما أن هناك رجال من الغرب يأتون للمغرب لتذوق الفرج المغربي. جنسيا كل شيء ممكن وحاصل في المغرب، رغم القول المحافظ بالأساس من أجل المال. هناك تشجيع لتسويق لتسليع الجنس، الجنس في العلاب ومع العمال الجنسيين راه يتم التغاضي عنه. الفرنسية أنك لك الحق في إقامة علاقة جنسية متراضية ليس فيها إكراه من أي نوع. تنعسوا بجوج حتى بغاو ينعسوا من أجل المتعة ليس من أجل شيء آخر.